بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد. المشاهدين الكرام، أينما كنتم وأينما تكونون، نحن حاليا في ملعب ديجيلا المعروفة بالقريبة من ملعب أو قريبة من سجن توم إردمي بحارة ديجيل بالدائرة الثامنة. وكالعادة هذا الملعب بني حوالي أو لديه عدة سنوات، حوالي 4 أو 5 سنين في هذه الحارة. وهذا الملعب تحضن أو تستضيف بعض المباريات الودية وبعض المباريات أيضا للمحافظات والمقاطعات المتواجدة في التشاد أو في العاصمة إنجمينا. خلال هذا اليوم الأحد، نرى مباراة بين فريقين، وهذه المباراة ودية، وكان الفريقين يلعبون في هذا الملعب بدءا من خلال أو حوالي 6 دقائق في هذا الملعب. ونحن نوافيكم بهذا الأشياء البسيطة من لقطات هذا الفيديو أو لقطات هذا الملعب ولقطات هذه اللعيبة، ومن ثم ذلك ندخل ونسأل عن آراء بعض المدربين والإخوة الرياضيين المتواجدون في الدولة التشادية، ونسألهم عن تطور الرياضة في تشاد وكيفية تطور الملاعب في العاصمة إنجمينا، وأيضا ما فائدة الرياضة للجسم الإنساني سواء كان من ناحية الفيسيولوجية أو من ناحية السيكولوجية. ومن ثم ذلك نعود ونتعرف عن بقية المشجعين المتواجدين في داخل الملعب. أنا معكم في تغطية هذه المباراة في بعض اللقطات الفيديو، محدثكم أبو نوال ناصر جبريل دونغوس من العاصمة التشادية إنجمينا. Je m'appelle Dieudonné Payankou. Je joue dans un club qui s'appelle Roi Dendjari. On a des problèmes ici au Tchad. Bon, on joue dans des gazons, dans des tapis, il y a trop de gravier. Et nos problèmes, c'est quoi? On n'a pas de matériaux ici pour jouer. Et on a manque de balles aussi. On n'a pas assez de balles. On a besoin de boutchoum aussi pour jouer parce qu'il y a certains joueurs qui jouent avec des balles. Couvre-pied pour saper, c'est pas les crampes pour jouer le ballon. Donc, on a besoin de tous ces matériaux pour travailler ici. Et on a aussi besoin des maillots pour faire des entraînements. Donc, ici au Tchad, on a beaucoup de problèmes. Donc, si vous pouvez nous aider.
شكرا الأخ ناصر، وشكرا لاستضافتك هذه التي إن دل فإنما يدل على أهمية هذه القناة في عالم الرياضة وفي كل الجوانب. معكم الاسم سليمان محمد نور يوسف، مدرب أكاديمية رياضية نجمة لكرة القدم بجمهورية تشاد، أسست عام 2007 وما زالت ولادة في عالم كرة القدم. طبعا بالنسبة لحلاوة في عالم تدريب كرة القدم، نعم نحن شغوفون في عالم كرة القدم، وعندما تكون مدرب وتجد تجهيزية لاعبيك وفريقك في منتهى الكمالية، فعليك أن تستعد وتشعر باستعداد، فهذه لديه ميزة كبيرة في عالم كرة القدم. نعم، الرياضة في تشاد تتميز بتخلف عندما نقارنها بعالم الآخر. ففي تشاد لدينا لاعبين ولدينا شباب يحبون كرة القدم ويمارسونها مساء وصباحا ومساء ويحبون. والشعب التشادي شعب شغوف، عندما تشاهد الشعب في متابعة الدوريات الأخرى الأجنبية الأوروبية والخليجية، تعرف بأن هذا الشعب شعب يريد الرياضة. ولكن في أرض الواقع، فجمهورية تشاد سياستها وإداري الرياضة في تشاد لم يفكروا في تطوير هذا الجانب. ففي الرياضة في الدولة يوجد في جمهورية تشاد وفي عاصمة بالتحديد 3 ملاعب، 3 ملاعب منها واحدة جاهزة لاستقبال مباريات الدولية. نحن في جمهورية تشاد نحب كرة القدم ولدينا مواهب، وفي خلاصة القول أقول لاعبين وفرص معدومة وإداريين غافلت عن هذه الجانب. خاصة هناك فيدرالية تشادية مخصصة لكرة القدم، وهذه الفيدرالية تعاني بالمشاكل منذ 5 سنوات الأخيرة. فمعاناة الفيدرالية جعلت كرة القدم في تشاد لم تزدهر ولم تتقدم إلى يومنا هذا. أما في جانب تطوير كرة القدم، هل هي بطيئة في تشاد أم هي سريعة النمو وغيرها، هذه أمور نحن الذين في الميدان لم نرى التقدم الملموس في كرة القدم. لماذا؟ لأننا نعرف جوهرها، لأننا في الميدان، ولأننا مع الشباب، ولأننا نعرف من الذي استفاد من كرة القدم ومن الذي لم يستفد من كرة. طبيعة الحال إن لاعبيك تشات في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا لم يكونوا كثيرين. فنحن لدينا احترافين لا تتجاوز عدد محترفين لا تتجاوز عددهم 7 في العالم إجماع. هذا دليل على أن رياضة تشادية لم تكن لديه ضوابط، ولم تكن لديه مشجعين أو من يقف وراء تلك الفرق أو المدارس الرياضية لازدهارها. نحن نعرف، أو أنا أعرف كمدرب في عالم كرة القدم، هناك لاعب إيزيكيل أنجار القائد الفريق الوطني للمنتخب ساو، ومحمد عزرق التي شاهدناه في عام 2008-2009 في إشبيلية بالإسبانيا، وكاسمير نينجا وأسماء، ولكن لا تتجاوز تلك الأسماء المحترفة في العالم عددهم 7. رسالتي الأخيرة للفيدرالية التشادية لكرة القدم، إن شعب فرسالتي قبل الفيدرالية أوجهها للسياسيين في هذا البلد، إن شعب التشادي وشباب الشعب التشادي يحبون كرة القدم. فكرة القدم ميدان الثقافات، ميدان الذي تلتقي فيه التجمعات، ميدان الذي تختلط فيه الثقافات، وميدان الذي نحارب فيه العنصرية والقبلية والجهوية. ف
فعلى السياسيين في هذا البلد عالم كرة القدم، لأن كرة القدم تحل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والقبلية وكل مشاكل التي نعيشها في عالمنا هذا نحل بكرة القدم. أما في الجانب الفيدرالية التشادية لكرة القدم عليهم أن يقتدوا بالآخرين، عليهم أن يشاهدوا كيف تطورت الدول النامية كتشاد في عالم كرة القدم وكيف يستطيعون إنجاح هذه المهمة، لأن المسؤولية تكليف وليس تشريف. هذه هي رسالتي. ملعب دقيل المتواجد أو كما يقال أو بدقيل الشرق بالعاصمة جمينة وبالدائرة الثامنة، وكالعادة نزولنا في هذا الميدان أو في هذا الملعب لكي نرى جهود الشباب أو لكي نرى المواهب الشابة المتواجدة في أرض الملعب والمتواجدة في تشاد، لأن شبابنا أو الشاب الشادي الصغير الموهوب لديه بعض المواهب من الكرة أو بعض المواهب من الرياضة، لكن لا يستطيع أن يعبر عن موهبته أو لا يستطيع أن يعبر ما في لعبته حتى يستطيع أن يصل هذا الشاب إلى الأعلى المرتبة، ويريد أن يكون زيه كلاعبة المتواجدة في أوروبا كأمثال كريستيانو رونالدو، كأمثال ميسي، كأمثال فينيسيوس، كأمثال بيلينغهام، كأمثال امبابي، كأمثال رونالدينيو، ريفالدو، يعني كبقية اللاعبين المتواجدين في أوروبا أو في آسيا أو في الدول الخليج. ووجدنا بعض الآراء من المدربين الذين لم يتحصلوا على بعد التدريب حتى من الفيدرالية التشادية الرياضية المتواجدة في تشاد، وأيضا الفيدرالية الناقصة من بعض الجوانب حتى لا يستطيع أن يوصل لهم الكرة أو لا يستطيع أن يوصل لهم بعض الملابس الرياضية حتى يدخل فيهم السرور، يدخل فيهم البهجة. وكالعادة نرى بعض الشباب الصغار الأعمار من بين 11 إلى 15 سنة يجدون بعض اللعيبة ويجدون بعض الموهبة الكروية، وأرض تشاد كأرض كبلاد أو كبقية من البلاد المتواجدة في العالم، وتشاد لديها مواهب، تشاد لديها لعيبة زي كما عندنا اللعيبة المتواجدة أو اللاعب الكبير المتواجد في فرنسا كما يقال له أو نقول له أندروم جافيت الذي جاء كمدرب وأيضا كلديه كإنسان محترف في الرياضة حتى تم أخذه أو تم توقيع معه في فريق كبير كموناكو الفرنسي حتى حاليا يختار اللعيبة المتواجدة في إفريقيا. نقول لكم تابعونا عبر قناة نبا 24، أنا مراسلكم ناصر جبريل دونغوس من أراضي الوطنية من العاصمة أنجمينا وبالأخص في ملعب الدائرة الثامنة، والسلام عليكم.